هذه الميليشيات الآن نوعا ما كما يبدو من الظاهر بأنها فقدت المظلة التي كانت تحتمي بها إلى وهي إيران، على الأقل من وجهة نظر الأمريكان ومن وجهة النظر الشعبية اللي موجودة في العراق، وحتى على ما يبدو من وجهة نظر الحكومة العراقية من طبيعة بعض التهديدات حول الكشف عن بعض التفاصيل وغيرها. يعني ما الذي تنتظره الحكومة العراقية برأيك الآن في ظل هذه الفترة، في ظل أن الفرصة سانحة لتخليص العراق من طبيعة هذه الأطراف التي تعمل خارج إطار الدولة والقانون؟ طبعا جريمة ضرب مقر رئيس الوزراء هي تضاف إلى الجرائم الدولية والتي يعاقب عليها القانون الدولي، ومثل جريمة يعني قتل رئيس الوزراء الأسبق في لبنان وغيرها، وهناك محكمة دولية. ولذلك أنا أقول أن الإيرانيين سيستغنون عن أي طرف أو وكيل إيراني في العراق مهما كان قربه، لتجنب الدخول في قضية دولية أممية، حتى لا يتحول الموقف اللي يعاقبها أو يحاسبها من موقف أمريكي إلى موقف دولي، يعني تدخل في ضمن الدول الأوروبية ودول أخرى. ممكن أن لا، يعني الصين مهما كانت حليفة لا يمكن أن لا تصوت على قرار يدين اغتيال رئيس الوزراء العراقي، وهذه هي المخاطرة الإيرانية الجسيمة والكبيرة. لذلك هي ستقطع العلاقة مع أي طرف قائما بهذه العملية. بالنسبة لرئيس الوزراء أو الحكومة العراقية وموقفها من هذه الأطراف، للأسف الشديد لا أعتقد أن الحكومة قادرة على اتخاذ قرار حقيقي تجاه هذه القوى أبدا، بل العراق والحكومة هي عبارة عن ساحة لهذا التنافس الأمريكي الإيراني ولهذا الصراع المدمر للعراق. ولذلك أعتقد أنه الحل يكمن في تشكيل الحكومة العراقية وفقا للنتائج الحالية التي هي ضربة سياسية للميليشيات، لأنها يعني حصدت أقل ما يمكن من المقاعد، سواء إذا قسنا الأرقام التي كانت تحصل عليها في الانتخابات 2018. يضاف إن هناك تغير في السلوك الانتخابي، وهذا التغير واضح جدا لدى خاصة الجمهور الذي يسمى أو يشكل الأغلبية العراقية أو الجمهور الشيعي، حيث أن 73% من العراقيين أو 73 مقعد قد حصد التيار الصدري، وهذه 73 لم تكن في يوم من الأيام أكثر من 40 إلى 42 مقعد على مدى 15 سنة الماضية في كل الانتخابات الخمسة التي مرت. ولكن هذه الزيادة اللي هي تساوي أكثر من 23 يعني 30 مقعد تقريبا للتيار الصدري، هذا تحول للسلوك الانتخابي الجماهير الشيعي من قوى راديكالية متطرفة ذات ميليشيات مسلحة إلى قريبة جدا وضوحا من إيران إلى اتجاه التيار الصدري الذي أكثر يمتلك نوعا ما نبرة وطنية بعيدة عن التطيف أو الولاء لإيران، ولا يسموه الولائي. العامل الثاني في الانتخابات أيضا 60% رافض طبعا، وهذا عامل سيلعب دوره في المرحلة القادمة. الحكومة هذه حكومة مؤقتة الآن، لن تستطيع أن تتخذ أي قرار وفقا لهذه النتائج. تشكيل الحكومة هو الذي سيكون العامل الحاسم في اتخاذ قرارات حاسمة وقوية تستطيع أن يمكن أن توقف هذه الميليشيات عن أداء الدور، إذا شكلت حكومة أغلبية وأبعدت القوى الخاسرة بشكل حقيقي وجعلتها معارضة برلمانية تفقد شرعيتها السياسية تدريجيا، وبالتالي يمكن اتخاذ قرارات حاسمة تجاهها. طيب كيف تجد التحركات التي تجري الآن في سوريا والواضح تماما بأنها موجهة بشكل مباشر ضد هذه الميليشيات وطبيعة تواجدها في سوريا، من دخول السعودية ورئيس المخابرات السعودي ولقاء برئيس المخابرات السوري إلى لقاء رئيس السوري بشار الأسد مع وزير الخارجية الإماراتي، إلى أصلا اللقاء اللي سبقها كلها نفتالي بنت وفلاديمير بوتين من لقاء دولي واتفاق دولي على هذا الأساس، مع التحشيدات التحالف الدولي شرق نهر الفرات وغيرها من هذه التفاصيل؟
يعني كيف تجد ظروف الميليشيات بشكل عام؟ هل ستصمد؟ هل ستتمكن من الصمود في وجه كل هذه الترتيبات وإعادة ترتيب الأوراق في سوريا؟ وما الذي أيضا سيعنيه بالنسبة لنا في الفترة القادمة، بما أنك رجحت بأنه لن يكون هنالك صداما في الداخل العراقي حتى الفترة القادمة؟ لا، من ناحية الصدام داخل العراق أنا قلت الحكومة لم تقوم بقرار، ولكن الصدام محتمل، يبقى هو احتمال وارد بشكل من الأشكال، ممكن أن يكون في أي لحظة. وأنا أعتقد أن العراق في كل الأحوال مقبل على انفجار داخلي، هذه يعني حتى أكون واضح به، لكن كيف ستكون شرارته الأولى؟ هذا هو السؤال الكبير. هل هو أنت سألتني الحكومة ستقوم بضرب الميليشيات؟ أنا أقول لا، أما تصادم عراقي عراقي ممكن، هذا موجود، لكن مو إلا يكون الحكومة. بالنسبة لسوريا، هذا فهم شخصي وليس معلومات. أنا أعتقد أن النظام في سوريا عنده نوع من البراغماتية، وأن الأساس في سياسته هو الحفاظ على إدارة الحكم أو إدارة النظام السياسي الموجودة. ويعني ذهابه إلى إيران أو استعانته بإيران هي لديها عوامل معينة تحيط به، ولكن إن وجد أن هناك فرصة ضامنة عربية لأن يخفف من نفوذ الميليشيات الإيرانية في العراق في سوريا، فسيتجه باتجاهها. النظام السوري عنده تخوفات كثيرة من تكرار سيناريو العراق في سوريا، من الحدود الإسرائيلية، من محاولات يعني عملية دعم حركات ثورية أو إسلامية داخل الأراضي، وبالتالي هو اقترب من إيران كظهير يستفيد منه لحماية نفسه من هذه المخاطر التي يمكن أن يواجهها. ولكن بنفس الوقت هو مستعد لأن يغير نمط إدارته إن وجد ضمانات تضمن له هذه النقاط دون الاستعانة بإيران. لكن أيضا الدور الروسي مع سوريا أساسي ومهم، ونحن يجب أن ننتبه إلى العلاقات السعودية الروسية الجديدة وتوقيع صفقات سلاح وعلاقات. وهذا التوجه السعودي نحو روسيا قد دفع بروسيا ربما لأن تفتح الباب السوري أمام السعوديين، وتفتح مدخل معين يمكن أن يغير المعادلة السياسية. اللاعب الرئيسي في سوريا هو ثلاثة أطراف: النظام السوري الأسد الحكومة، القوة الروسية ذات الدور الرئيسي طبعا الثاني، والإيرانيين طبعا لأنه مسموح لهم من الحكم ومن الروس. لكن إذا الطرفين أرادا إزاحة النفوذ الإيراني سيزاح، ويبدو أن كل الاتجاهات تشير إلى أنه حتى إدارة بايدن ترغب في إنهاء دور الأذرع الإيرانية في سوريا وفي العراق. يضاف إلى أن يمكن الإيرانيين هم في نهاية المطاف وفقا لهذه الضغوط المستمرة عليهم من الولايات المتحدة، هم سيلعبوها أيضا بطريقة أنهم لا يريدون أن يأتي بديل للبيت الأبيض ربما يكون جمهوري وهم في هذه الحالة السيئة ويخسروا كل العوامل. لذا أنا أعتقد أن الإيرانيين سيوقعون على اتفاق نووي وعلى التنازل عن الميليشيات قبل انتهاء إدارة بايدن أو يعني قبل الانتخابات الأمريكية القادمة. جميل وهذا جدا. واضح، لكن إدارة بايدن لا تريد أن تستعجل إلا بعد تخفيض قدرة إيران بتعاملاتها مع ميليشياتها في كل من العراق وسوريا إلى المينيموم، إلى أدنى حد، ومن ثم سنرى أنا أعتقد اتفاق نووي قبل انتهاء إدارة بايدن يساعد بايدن في الفوز ويساعد المنطقة في إنهاء الدور الإيراني.